ما زلت ولن أنسى ذلك المواقف، تلك المواقف. كنا نحضر يحيى من نابلس، نلتقي في مسجد نصلي مع بعض ونخرج. من أجل الاحتياط الأمني ما كنا نخلي يحيى يعرف إحنا وين رايحين، أنا وأبو مصطفى. حتى كمان رغم أنه هو يعني المهندس اللي بيرتب لكم إجراء أمني، ما في مجال يعني، وهو ما كانش بيسأل. كنت أنا أدخل في السيارة أنا وأبو مصطفى في المخزن، أنزل أفتح المخزن ندخل السيارة. يوم كنا ما نقدرش ندخل السيارة في المخزن بسبب الأغراض، كنا نصفها باب المخزن. وما زلت أذكر كنت أحمل أخليه كله، خليك يحيى أخليك نايم، ما كنت أعرفه كمان مرة أنه يحيى، وأحمله على كتافي، أحمله على كتافي وأدخل فيه من الباب وأسكر باب المخزن وأقول له هسه فتح هناك. حتى يفهم المشاهدين، أعضاء كتائب القسام غير أعضاء حماس. نعم صحيح. حماس هم عموم الناس، صحيح، لكن كتائب القسام منتقين، صحيح، وكل خلية صغيرة من القسام لا تعرف غيرها، وحتى ومربوطة بشخص واحد، وحتى الأعضاء أحيانا كثيرة. هينا إحنا عملنا يعني حضرنا عضو ناسفة ونحن لا نعرف من نحن، يعني ولا واحد فينا بيعرف الآخر، ما بيعرف اسمه. ما زلت ولن أنسى ذلك المواقف، تلك المواقف. كنا نحضر يحيى من نابلس، نلتقي في مسجد نصلي مع بعض ونخرج. من أجل الاحتياط الأمني ما كنا نخلي يحيى يعرف إحنا وين رايحين، أنا وأبو مصطفى. حتى كمان رغم أنه هو يعني المهندس اللي بيرتب لكم إجراء أمني، ما في مجال يعني، وهو ما كانش بيسأل. كنت أنا أدخل في السيارة أنا وأبو مصطفى في المخزن، أنزل أفتح المخزن ندخل السيارة. يوم كنا ما نقدرش ندخل السيارة في المخزن بسبب الأغراض، كنا نصفها باب المخزن. وما زلت أذكر كنت أحمل أخليه كله، خليك يحيى أخليك نايم، ما كنت أعرفه كمان مرة أنه يحيى، وأحمله على كتافي، أحمله على كتافي وأدخل فيه من الباب وأسكر باب المخزن وأقول له هسه فتح هناك. حتى يفهم المشاهدين، أعضاء كتائب القسام غير أعضاء حماس. نعم صحيح. حماس هم عموم الناس، صحيح، لكن كتائب القسام منتقين، صحيح، وكل خلية صغيرة من القسام لا تعرف غيرها، وحتى مربوطة بشخص واحد، وحتى الأعضاء أحيانا كثيرة. هينا إحنا عملنا يعني حضرنا عضو ناسفة ونحن لا نعرف من نحن، يعني ولا واحد فينا بيعرف الآخر، ما بيعرف اسمه.